محمد شاب سوري هاجر من سوريا مثل ما هاجروا ملايين الناس نتيجة الظلم اللي مارسه نظام الأسد، وقدم لجوء على قبرص وحصل على إقامة، ولأنه معلم دهان دور على شغل وقدر يحصل شغل بشركة دهان براتب جيد، استطاع من خلاله يدفع أجور بيته والضرائب والتأمين ومصاريف العيش. خلونا نشوف قصة محمد سوا. أنا محمد من سوريا، اجيت على قبرص بال 2012 بسبب الأحداث اللي بسوريا. قدمت على اللجوء، بعد 3 شهور أخذت الإقامة، أخذت سنة ورديت جددت سنتين، لأنه أنا دهان من قبل 15 سنة، دورت على شغل بالدهان والحمد لله الله وفقني، اشتغلت بشركة والحمد لله صار لي شيء 3 سنين 4 سنين مع الشركة، وعم بدفع ضرائب وبشتغل منيح والحمد لله، عم باكل من عرق جبيني وعم اعتمد على نفسي كتير والأمور كلها تمام الحمد لله، وبدفع أجار بيتي ومصاريفي وكذا، وما قدمت على رواتب ولا ومساعدات، وكل أموري الحمد لله أنا اللي بشيلها. القبارصة الحمد لله تحسهم هيك بيحبوا السوريين، بيعرفون شغيلة، بس يعرفوا انه انت سوري دغري، بيعرفوا انه انت شغلك منيح وامورك كلها تمام وبيحبوا السوريين. قبرص ما بتقدم مساعدات للاجئين الا اذا قعدت من الشغل، بتروح بتقدم عندهم ان انت عاطل عن الشغل، يا بيدبروا لك شغل يا بيعطوك مساعدات. اوروبا الغربيه سمعت انه بيقدموا مساعدات، بس سمعت انه شوي في معاناه للسوريين هنيك بسبب انه هن لاجئين او هيك، في عنصريه عندهم هيك سمعت. بتمنى من السوريين اللي وصلوا مؤخرا على اوروبا الغربيه انه يعتمدوا على حالهم يشتغلوا وما يعتمدوا على المساعدات، وكل واحد يعني بيشوف شو هو بينفع، شو بيشتغل، بيعتمد على حاله، بيحب يدرس يدرس، بيحب يشتغل يشتغل وما يعتمد على غيره.